السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كنتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية أنتم ودويكم وما عزيز عليكم إن شاء الله. اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى هيئت لكم هذا الفيديو ديال كاين موديلات ديال لي بوط ديال فصل الشتاء. كما كتعرفوا احنا مقبلين على فصل الشتاء، يا ربي تنعم علينا بالأمطار الخير إن شاء الله اللي تروي بها البلاد والعباد ان شاء الله، وتحنن بها القلوب وترفع هذا الداء وهذا الوباء على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتشافي منهم كل مريض سواء بهذا الوباء او تشافي جميع المرضى المسلمين اجمعين، وتحقن دماء المسلمين في البلدان اللي فيها الحروب ان شاء الله يا رب العالمين، وتغفر لنا وترحمنا وترحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. هذا الفيديو ان شاء الله بمشيئة الله غادي يكون على لي بوط المصوفين، لان فصل الشتاء كيكون شويه خصوصا فاش ما كطيح الشتا كيكون شويه داك البرد القاصح، مازال ما كطيح الشتا كيدفى شويه الجو، وخصوصا ديك المناطق ديال الجبال الاطلس اللي كيكون عندهم مساكن الثلج كيكون البرد بزاف، وعرفتي ملي كتبرد الرجل صافي كيبرد الجسم كله سبحان الله العظيم، وفاش كتدفى الرجل واخا ما تكونش لابس الحوايج بزاف كيدفى الجسم سبحان الله. هذه عن تجربه انا بعدا مجرباها، وكنتمنى هذا الفيديو ينال استحسانكم ويعجبكم، واللي يعجبو الفيديو ما يبخلش علينا بالبارطاج، يعني رسلوا الاصدقاء ديالو اللي عنده الفيسبوك ينزلوا في الفيسبوك وعندكم الاجر. من الله سبحانه وتعالى كيجازي الانسان على انما الاعمال بالنيات، لنويتي انك ديري خير الله سبحانه وتعالى راه كيجازيك، واللي كتقضى عليهم حوائج الناس يبعثون يوم القيامة على منابر من نور. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، ما هالدنيا فايتة. مهم كنتمنى الفيديو ينال استحسانكم، وإن شاء الله نخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. وكنشكر ماشي كنشكر كنسأل الله سبحانه وتعالى أنه هو اللي يجازيه، أما أنا واخا نشكرك داك الشكر ما عنده ما فاش غيفيدك، واش غديري في الجميلة؟ الله سبحانه وتعالى كنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعله في ميزان حسناتكم ليوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كنسأل الله سبحانه وتعالى أنه ييسر لكم أموركم ويعطيكم من ويتو في خاطركم، اللي ما مزوجاش يا ربي تسهل عليها في الزوج الصالح اللي يبرها ويبر والديها، واللي مزوجة يا ربي ترزقها الذرية الصالحة، واللي عندها الذرية الصالحة كنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك لها فيها ويبلغها فيها ويجعلها من الصالحين البارين لها، واللي كيسعى على الرزق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من أبواب الواسعة. نخليكم مع الفيديو إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.